قصف عنيف تتعرض له مدينة ترتر من قبل الجيش الأرميني. هذه المناطق السكنية التي قصفت خلال الليلة الماضية بشكل عنيف جدا، تعرضت جميع هذه المنازل للأضرار. طبعا اضطر أهالي المدينة للنزوح عن هذه المدينة منذ أول يوم في الاشتباكات. هنا الكثير من الأهالي علقوا في هذه البيوت واضطروا للاختباء داخل الملاجئ هنا تحت الأرض في هذه المنطقة السكنية. هنا يوجد بعض المصابين بسبب القصف العشوائي الذي يقوم به الجيش الأرميني منذ عدة أيام. تأتيهم بعض المساعدات الغذائية بشكل متواصل. طبعا القصف العنيف من قبل الجيش الأرميني يأتي كرد على تقدم جيش الأذربيجاني خلال الليلة الماضية داخل إقليم كرباخ. هنا بعض السكان المدنيين الذين علقوا في هذه المنطقة ولم يستطيعوا الخروج بسبب القصف. هنا أحدهم كان مصاب خلال الأيام القليلة الماضية. أوضاع إنسانية صعبة جدا، خاصة أنه من يدخل إلى هذه المنطقة يبقى محصورا طيلة الأيام القصف، حتى يتوقف القصف ليلا حتى يتمكن من الخروج من هذه المنطقة. أحمد غنام، العربي، من خطوط الاشتباك بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني على حدود إقليم كرباخ أذربيجان.